الآثار الملكية الهامة. تم العثور على مجموعة من الآثار الملكية الهامة في معبد الأقصر، يعني لسه المعبد جواه حاجات بنكتشفها لم تكن مكتشفة من قبل. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون بكل الترحيب أستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. أهلا 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 أهلا، كل التحية لحضرتك أستاذ. إزاي حضرتك؟ مشاهدين حضرتك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. بقى معقولة لسه جوه معبد الأقصر بنكتشف حاجات جديدة؟ ده ايه الفتوح ده كله؟ هذا البلد يعني كل طبقه، احنا بنشتغل في الاثار بحاجه اسمها ليرز طبقات، كل طبقه بنلاقي فيها حضاره وبنلاقي فيها جديد. والاقصر حضرتك عارف ان هي فضلت عاصمه تحكم العالم القديم 2000 سنه. صح. فتخيل حضرتك 2000 سنه فتره مش قليله. طبعا. وبالتالي حتى يمكن كان المكان اللي اتحفر تم الحفر فيه كان يعني من سنه وكده، شالوا القصر بتاع توفيق اندروس. أيوة. وكان احد يعني بشوات وكده، وفي ناس كتير اعترضت، ولكن ما وجد يعني اليوم وخلال هذه الايام اللي فاتت انا بعتبره انجاز حضاري. وكل سنتي في الاقصر بالذات وكل مصر كلها يا فندم والله العظيم يعني مليانه خيرات كتير جدا جدا. وهذا البلد يعني هو قوه مصر النعيم في اثاره وتاريخه وحضارته، وبالتالي ما رايناه كان شيء جرد جدا. يمكن اهم حاجه في كشف هذا الكشف انا بعتبره ان هو كشف مصري بايدي مصريه، القائم به يعني كلهم من الدوله المصريه او من وزاره الاثار، وبالتالي دي مهم جدا للعالم الخارجي. وعارف حضرتك ان الكشف بيتم في الاقصر بيبقى له صدى خارجي كبير ومهم جدا جدا. فالكشف طبعا بيلقي الضوء على هو احد البيوت في العصر الروماني، ولكن عارف حضرتك الحضاره الرومانيه هي جزء من الحضاره المصريه، واتمنى نقول الحضاره الرومانيه على ارض مصر، لان اذا كانت هي رومانيه احنا بنقول رومانيه، ولكن كل ما تم فيه هو على ارضي على ارض مصريه. احنا بنتكلم بس باعتبار انه نسمي العصر بالعصر الروماني باعتباره انه ده كان في عصر التمدد الامبراطوري او التوسع الامبراطوري لدوله روما. والله يا فندم لو حضرتك دخلت المعابد اللي بيقولوا عليها معابد رومانيه ستجد المعابد تصميمه مصري، المناظر كلها مصريه، الملابس الملك حتى الروماني او الامبراطور بيرتدي الملابس المصريه ومكتوب قدامه باللغه الهيروغليفيه الكتابه المصريه القديمه، والطقوس اللي بتتم مصريه قديمه، وبالتالي بس عشان يعني هم كانوا زي ما قلت حضرتك التمدد، انما كل مظاهر الحضاره هي حضاره مصريه صرف. صحيح. طيب حضرتك قلت انه ده كان بيت ينتمي الى العصر الروماني، صح كده؟ بيت هو احد القصور او احد البيوت، لان اعرف حضرتك الجزء لو الناس اللي راحت الاقصر هو الجزء اللي على النيل على طول قدام متحف التحنيط، لان حضرتك عارف معبد الاقصر كبير. أيوه. جدا. فالبيت يعني على حسب بيان وزاره السياحه والاثار انه مكون كمان كان مكون من دورين، اتواجد فيه فرن مهم جدا جدا، فرن عمقه حوالي 4 متر، كان في لوحات مهمة جدا أو لوحة مهمة من عصر أو مرسوم عليها موجود على الملك أمنحتب الثاني والملك تحتمس الرابع، ودي كان شيء برضه يعتبر فريد إن احنا نجد لوحة لملكين في نفس الوقت. وبالتالي طبعا أكيد في خلال الأيام هتسفر عن طبعا اكيد عن حاجات مهمه جدا. انا اعرف حضرتك ان علم الاثار والحفائر بتاخد وقت طويل جدا وبيبقى شغل دقيق وبيبقى عامل زي الطفل اللي في الحضانه محتاج يعني عنايه، وكل جزء بيطلع بيبقى له يعني مواصفات خاصه او اشياء خاصه، وبالتالي لسه كتير قوي، لسه الاقصر فيها كتير، وكل يوم هيبقى فيها المزيد. ويمكن تسرب لينا ان خلال الايام اللي جايه هيبقى في كشف كبير تاني جدا في الاقصر خلال يعني الفتره اللي جايه. فبالتالي الاقصر كل ساعه كل يوم هيبقى في جديد، وده بيبين لنا في وسط العالم وحروبه وازماته ان هذا البلد منور. يمكن حضرتك شفت في مجموعه من الممثلين العالميين واليوتيوبر بيزوروا هذا البلد وعاملين الحمد لله دعايه انا بعتبرها جيده جدا جدا. طيب يعني في خانه السياحه في نهايه الامر يعني قريب في كشف كبير هيحصل في الاقصر؟ والله الاقصر حضرتك عارف ان يعني فيها بعثات كتير اجنبيه بجانب طبعا وبعثات مشتركه وبعثات مصريه، فيعني في بوادر كده ان شاء الله ان هيبقى في شيء جيد باذن الله. هي مدينه جديده ولا ايه؟ خلال الايام القادمه طبعا لسه ان شاء الله يعني اكيد في شغل هيبقى هي ان شاء الله يبقى قريبا، وبرنامج حضرتك يبقى من يعني من المتواجدين باذن الله. يا ريت يا ريت يا ريت. طب انا لفت نظري حضرتك قلت انه ده كان منزلا او قصرا، واحنا اعتدنا فيما اعتدناه من سنين طويلة اللهم إلا يمكن السنة اللي فاتت الوضع مختلف، كان دائما الكشوفات الأثرية بتبقى إما أنها معابد وإما أنها مقابر، وكنا دائما نتساءل ألم يترك لنا القدماء منازل ومدن، حتى وجدنا مدينة للعمال مؤخرا، وحضرتك صححني لو أنا غلطان. والله سؤال حضرتك ذكي جدا، لأن يمكن بس السنة اللي فاتت كان عندنا كشف الدكتور زاهي حواس. أيوه. كان اللي هي المدينة اللي قالوا
الذهبيه. ايوه دي الاخبار الغربي، ودي يعني بينت لنا ازاي كانوا عايشين وازاي كانوا طريقه اكلهم ومساكنهم وتنظيمهم وكل شيء. فدي برضه حضرتك عارف ان لان الاقصر جت بعد المرحله الرومانيه انتقلت العاصمه الى الاسكندريه. طبعا في الفتره بتاعت الاسكندريه هجرت دوله او هجرت طيبه شويه ومعابدها، وبداوا يبنوا فوق المعابد، ودي كان السبب اللي خلى معظم طريق الكباش كان طريق ايه؟ يعني مردوم، فبالتالي ان هم يكونوا فوق طريق الكباش لان المعابد هجرت، كل شيء هجر، فبداوا يبنوا فوق الايه؟ فوق هذه المنطقه. استخدمت كأساسات. بالظبط يا فندم، حضرتك يمكن خدوا كمان بعض الأحجار دخلها في البيوت في القصور، فبالتالي بيعملوا حاجة اسمها ريوز. زي كده القاهرة الإسلامية معظم آثارها متاخدة من منفي، متاخدة من المطار. أيوه. هجر كعاصمة، عارف حضرتك العاصمة عندما تهجر خلاص بيعاد استعمال الأحجار في أمور أخرى، والعاصمة في اسكندرية، وبالتالي كل اهتمام حتى بدأوا ياخدوا آثار من طيبة ويودوها لاسكندرية ويودوها كمان لروما كمان عشان يمكن حضرتك الفاتيكان اكيد حضرتك رحت وشفت الفاتيكان وايطاليا مليانه مسلات كتير جدا من مصر، وبالتالي خدوا كتير جدا من الاثار المصريه عشان يزنوا بيها العاصمه بتاعتهم اللي هي روما. دي اتاخدت في وقت الدوله العلويه يعني. بالظبط. طيب يعني ابرزها كان محمد علي، انت عارف حضرتك كان يعني الناس دول كانوا كرة كان بيهادي مش عارف. يعني عندنا مسله الكونكورد، وعندنا ده كمان نهر الطيب، ده كان تمام في مسله، في تمثال رمسيس الثاني اللي هو موجود في 100 رهينه ادوه لهم، ولكن هم استصعبهم رفضوا، قالوا احنا مش هنقدر نشيله، يعني مش هنقدر ننقله لانه ضخم، لان حوالي 800 طن، فاستصعبوا نقله. مثال كليوباترا اللي قالوا على كليوباترا فضل في اسكندريه برضه مع بالتالي كانت مشكلة عندنا كبيرة جدا، ولكن حضرتك شايف دلوقتي في الكام سنة اللي فاتوا أنا بعتبره إنجاز حضاري، بقى عندنا أكثر من 20 متحف يعاد إنشائهم، عندنا اهتمام بالأثار غير عادي، في دعم من الدولة، يعني إنجاز أنا بعتبره يعني شيء زي ما بيقولوا بليف أور نوت. فيعني إن شاء الله احنا مركزين على جزء مهم، وعندنا متحف الحضارات ان شاء الله هيفتتح قريب، ومتحف قبل المتحف كمان، قبل المتحف المصري، فعندنا متحف كمان العاصمه، مجموعه ان شاء الله هتبقى يعني اكتر من بارزه، ودي باذن الله من رئاسه الجمهوريه والدوله ممثله في السيد رئيس الجمهوريه. يا مسهل، خلاص احنا هنتابع معاكم الكشف الاثري الجديد اللي حضرتك مش عايز تقول لنا عليه غير لما يظهر للنور. انا بشكرك جدا استاذ مجدي شاكر، كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار.